حضورنا الكريم أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير من ميدان الوثبة عاصمة الملايين والميادين. في ختامي الختاميات ننطلق مع هذه اللحظات، لحظات يترقبها دائما كل المتابعين والمتيمين عبر الهواء بثا مباشر من أرضية ميدان الوثبة، من أرضية هذا الميدان عبر قناة ياس والقنوات الناقلة لهذه الأحداث، ومع ثالث أيام انطلاقات هذا المهرجان الختامي ننطلق في هذه اللحظات مع شوط المحليات الأصايل، شوطنا الثالث عشر الذي يجمع هذه النخبة من الشعارات والأسماء والسلالات في الخمسة كيلومترات. أتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة، أتقدم مع المراكز الأولى، مع الهايلة على المركز الأول سليم بن محمد بن سليم بالورع الإعفاري في مقدمة هذا الشوط، المركز الثاني خيال القادمة خيال في فيصل بن جابر بن علي البريد المري قادم مع خيال على المركز الثاني، غيرت إلى الصدارة استلمت مساري هذا الشوط. المركز الثالث طفرة القادمة طفرة حمد بن سيب العبد النعيمي قادم من مدينة العين يقدم طفرة في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع جبار القادمة من الخوانيج من دانة الدنيا دبي سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من ياتي بتاريخ وانجازات هذا الشعار في عالم الأصايل البطين، يا سلام يا الحميري. المركز الخامس امجاد صالح بن سليم بالخصواني العامري قادم مع انطلاقة امجاد. المركز السادس هذه مياسة مبارك بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي القادم مع مياسة وبن نعيف القادم مع انطلاقة وتحديات مطفية. سعيد بن حمد بن سيف بن نعيف العامري وصل مع المركز السابع. ثامن المراكز، المركز الثامن هذه فرحة القادمة نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي قادم في هذه اللحظات مع انطلاقة فرحة. المركز العاشر اختم ندائي مع انطلاقة وتحديات الاسم القادم في هذه اللحظات، جواهر سهيل بن علي بن عبيد الأغفلي من يقدم جواهر هذا الميدان، تنطلق في هذه اللحظات. وتابع الأسماء القادمة، ناهيك عن الشعارات يا من تتابع يا من تراقب هذه الأسماء. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. التغيير من جبارة خذت الصدارة، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري بمطر يتقدم بتاريخه بالماضي والحاضر، يتقدم مع هذا الاسم من الخوانيج قادم. وين الموقع؟ نقترب من 2 كيلومتر. خيال فيصل بن جابر بن علي البريد المري قادمين، الضيوف الكرام قادمين مع هذه اللحظات مع هذه التحديات. وتابع المركز الثالث هذه اللي وصلت هذه الهايلة سليم بن محمد بالورع الاعفاري قادم مع الهايلة والقادمة كذلك الواصلة جواهر سليم بن علي الأغفلي قادم على المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع المركز الخامس وصول
من فرحة نايب بن أحمد برحمة الشامسي قادم على المركز الخامس المنعطف الأخير في مسار هذا الشوط. بدأنا نتجه إلى المقصورة الرئيسية إلى خط النهاية الوصول من منحاف. أول ندى لشعار سعيد من سالم بن سليم العامري والشاهينية محمد بن عبد الله بن شميل وصل الاجتبي في هذه اللحظات. ما شاء الله المركز الثامنة هذه اللي وصلت ندى بحثت عن الندى سالم بن عبد الله راعي الطير العامري وصل مع هذه اللحظات 1200 ما تبقى عن خط النهاية. دخول كذلك من اسم جديد مع التماس عبد الله بن سعد بن طالب المري قادم المري والقادم جو حمد بن سيل بن خميس بن عمر الشامسي قادم مع هذه اللحظات. نقترب من المقصورة الرئيسية المحليات الأصايل يا هي أسماء قادمة يا هي شعارات قادمة في هذه اللحظات مع هذه اللحظات. غاية عبد الله بن مطر بن عميرة القادم وبن عمر ولكن الصدارة والعيالي قادم أحمد بن سهيل العيالي من جميرة قادم على المركز الخامس ولكن بعود مع التماس لفيدة المري وبن عمر الشامسي وبن عميرة والعيالي ولكن ما شاء الله نوعية روحت قالت باي باي مع السلامة تتكلم بلغة الكبار في الوثبة ها هو الفيدة عبد الله بن سعد بن طالب الفيدة المري يا أرض احفظي ما عليك سلام يا بن شريم سلام التماس وذكرتني بالتماس تهانينا والناموس لعبد الله بن سعد بن طالب بن شريم المري المركز الثاني اللي وصلت على المركز الثاني من وانا ابن محمد بن جابر الفيدة المري. المركز الثالث شعار احمد بن سهيل عيالي. المركز الرابع هذه اللي وصلتنا على المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام ندى سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري والخامسة تحمل الرقم 35 هذه جواهر سهيل بن علي بن عبيد الغفلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود مع التوقيت الزمني لحظات وصول التماس. تهانينا والناموس لمالك التماس عبد الله بن سعد بن طالب بن شريم 27 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لضيوفنا الكرام. المركز الثاني اللي وصلت بالتوقيت 7:23 اجزاء من الثانية هذه اللي وصلت من وهنا ابن محمد بن جابر الفيل المري. المركز الثالث وصلوا علي جميرة 7:26 جزئين من الثانية اللي وصلتنا على المركز الثالث وما قصرت قدمت عرض طيب نبا لأحمد بن سهيل بن بطي العيالي. تهانينا والناموس للجميع.